شاركت الجاليات المسلمة المقيمة في أستراليا في فعاليات نصرة الشعب البحريني في الذكرى السنوية الأولى لدخول قوات الاحتلال السعودي للبحرين. وقد خرج المصلون بعد أداء صلاة الجمعة حاملين الأعلام البحرينية ورددوا شعارات منددة بجرائم السلطة وقوات الاحتلال السعودي بحق الشعب البحريني. وقد أعرب المشاركون في اعتصام بعد صلاة الجمعة عن دعمهم للشعب البحريني وتضامنهم مع مطالبه. في البحرين للمطالبة